عدد اللي صوتوا اليوم هو 173. عارف ياسين أخذ 89.51 على 100. إذن عارف ياسين هو مرشح بنقابة تنتقل إلى منصب نائب. تاريخ لبنان بعد ما صار هيك تجربة مجموعة تلتقي كلها سوا وتنتخب مرشحة على مركز معين بناء على مناظرة، بناء على معايير، بناء على بروسس علمية. اللي شفناه اليوم هو تطبيق الديمقراطية بالقول والفعل. قلنا أكثر من شهر تقريباً عم نحضر لهذه المناظرة، المتناظرين أو المرشحين خاضوا تدريب على هذا الموضوع. التصويت مش على أفضلية مين منحب، على تقييم فعلاً هالمرشحين. هذه المناظرة عم تاخد مشروعيتها ونتيجة المناظرة عم تاخد مشروعيتها بقوة الحضور الموجود اليوم. في عنا 24 مجموعة موجودة اليوم، في عندها ممثلين عم بيصوتوا. الحل هو بجعل النقابة مركز علمي. محاربة الفساد تجي بالالتزام بالقوانين والأنظمة، وبتجي بإشراك مجلس المندوبين وبمعرفة أكبر عدد من المهندسين. وأهم شيء برأيي أنا المطارح اللي فيها استثمار صغير اللي هي التكنولوجيا، لأنه هلأ التكنولوجيا ما بتكلف كتير. تأليف اللجان الموجودة بالنقابة محصورة بأعضاء المجلس، لجنة المالية، لجنة إدارية ولجنة العلمية. هدول ما بيقدروا يقوموا بأعمال، عم نحكي ب 500 بليون مليار ليرة لبناني، هذا بدون توسيع. الوضوح اللي كان بشارع 17 تشرين حاولنا ننقله بتنظيم تقني. بدنا نشتغل كفاءة، يعني مش بس بننزل على الشارع منصرخ بدنا كفاءة، فكانت في معايير تانية لنشوف كفاءة المرشحين. بلجنة المعايير الثلاث مرشحين خضعوا لتقييم، هذا التقييم استندنا فيه على السي في وعلى فون كول وعلى ممثل المجموعة تاعهم من خلال طرح الأسئلة عليهم. حكينا عن المعيار المهني، معيار المعرفة على صعيد النقابة، حكينا عن حيثية الأصوات، حكينا المعيار كمان عن القيادة، حكينا كمان عن معيار العمل التشاركي وإذا بيقدر أنه يكون موجود طول فترة وجوده بخدمة النقابة. كتير بيعني لي وجوده بالنقابة تنتفض، لأن هذه المعركة من سنة ونص كانت عم تحارب من السلطة، تأجلت 7 مرات والانتخابات وثقة الناس اللي كانت عن جد هيك عطتنا كتير أمل. يعني أنه هني فكروا هالتأجيل حيصب لمصلحتهم، بس بالنهاية الكف لما يكون كف صغير صار كف ضرب 10 مرات. مجموعاتنا منا أحزاب، ما بتجي بلوك، يعني بتقول واحد بينتخب الكل مثل ما بده، ما في شيء مسقط، ما في شيء منزل. الآن زعم الأحزاب عم يتفقوا مين بده يكون مين بده يرشحوا ويتفقوا على مرشح لنائب. نحن بينما المهندسون يختارون من القاعدة. نحن مؤمنين بالنساء وبالشباب، عنصر الشباب وعنصر النساء هن شغلتين كتير كتير مهمين نشجعهم حتى عن جد نقدر نعمل تغيير، ومش بس انه نعطي كوتا نسائية، نساء تاخد دورة طبيعي. اللي وصل العالم للوضع الكارثي والبلد هو العقلية الذكورية بالسيطرة. شكرا. بداخل البيت وبالمجتمع. في أمل، في بصيص أمل، والناس قادرة عن جد هي تكون عم بتغير اليوم بغير نقابات. يعني هلا عنا انتخابات نقابة صياد، عنا انتخابات نقابة الأطباء، صار في تواصل معنا من قبل أكتيفست كمان بالنقابات كرمال كيف نقدر ننقل هيدا التجربة. النقابة تنتفض تثبت أن الشعب اللبناني قادر أن ينتظم ويعمل الأطر الديمقراطية ويعمل الاختيارات ويتنافس ديمقراطيا. الشكر الكبير لكم ولتعبكم، وإلى الأمام وإلى اللقاء بالاحتفال ببعض نتيجة 18 تموز. شكرا كثير.